الشمالية، نتكلم عن حي المقيطي والمسية والوطنية. هذا شمن الخلق المهمش، شمن الخلق الضعيف اللي ما عنده حول ولا قوة. الدولة جاتنا قطت عنا كرة، نحن ما ضد الدولة تعدل عمله يا غير، لا بد من بديل. كانوا عندنا شمن الأسلاك يقراوا عليهم أولادنا، التعليم من الأولويات الأولى، ما تلينا جابرين أولادنا يقراوا علينا. وكانوا عندنا شمن الآلات يبيعون بصام في الليل يصروا لي، هذا ما تلا خارج. والسندل ما عنده، والسندل اللي اشريناه اكثر ما ضره من كره. وطالب من فخامه الرئيس الجمهوريه محمد الشيخ ولا احمد ولا القزواني رئيس الاجماع ان يقلع عنا ظلم ويالت الناس كامله توقف مع الشعب الضعيف، الشعب المهمش اللي ما عنده حول ولا قوه. شمل الاليات المؤيلات العصر، شمل الاليات اللي عندهم تركه الارامل. ونختار الشعب الموريتاني جميع العطر وجميع السياسيين والدبلوماسيين ورجال الاعمال يوقفوا مع حي المقيطي. حي المقيطي اليوم اصبح مقبره، اصبحنا مقبره يا الاثنين وعزاو وسابق جهون. جينا لجميع الجهات المعنيه، جينا الحاكم المقاطعه، جينا الوالي المقاطعه، جينا الرئيس المركز، ما رينا حلول. لولا رينا حلول ما نجوا رئاسه الجمهوريه. ورانا مولي من المنبر المقيطي يا الله الدوله تجي تعازينا باللي اصبحنا مقبره، الناس ماتت عند الله والله من الاولويات الاولى.